صباح جديد من صباحات الضالع الثورية، الآلاف يتوافدون منذ الصباح الباكر إلى ميدان الصمود هنا وسط مدينة الضالع. هي الذكرى العاشرة لانطلاق أول فعالية للمتقاعدين الجنوبيين للمطالبة بحقوقهم المسلوبة من قبل نظام المخلوع صالح. هي ذكرى انطلاق الشرارة الأولى للحراك السلمي الجنوبي كأول شرارة للربيع العربي الذي أطاح برؤوس الظلم والاستبداد في عدد من البلدان العربية، ولم يزل مستمرا يواجه مخططات الثورة المضادة. الثورة الجنوبية السلمية في تاريخ 24 مارس 2007، هذه الانطلاقة كانت هي تكلم حول قضية جنوبية، قضية بامتياز، قضية سياسية بامتياز. اليوم نقول من هنا انطلاقة المرة الثانية للعمل السلمي من أجل استكمال أهداف ثورتنا. مهرجان جماهيري حاشد شهدته مدينة الضالع بحضور رسمي وضيوف قدموا من مختلف المحافظات الجنوبية، وبدأ الحفل بآي من القرآن الكريم وألقيت فيه عدد من الكلمات والقصائد المعبرة. نحن الضوالع الأشراف، من قذفوا جيش الطغاة، ومن عاداك يا عمر أسمى المبادئ نعليها ونرفعها في التضحيات، ولن ينفع الهدر في حضر موت، في حضر موت وفي لعج وفي عجل، في كل شبر دم الأبطال منتشر. وعقب المهرجان خرجت مسيرة حاشدة للمرة الأولى منذ تحرير المحافظة من قبضة الميليشيات الإنقلابية قبيل عامين، المسيرة التي جابت عددا من شوارع المدينة ورفع فيها المتظاهرون صورا للشهداء رددوا فيها شعارات تطالب بتثبيت أسس الدولة. علي الأسمر، يمن شباب، الضالع.